هذه الشيلة إهداء من أم راكان إلى ابنها الغالي راكان بمناسبة تخرجه من ثانوية عبد الله بن مسعود بسبت العلاية. هالنور في عالقدر وشال راكان جعلها سعد خالة يوم تخرج واسمه بان ويوم الفرح اللي همالة خريجنا طيبة جدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة راكان لك بالفخر عنوان يا كاسب المجد والطالة تخرجك ننفر الريحان وارقى في أزهاك موالة خريجنا طيبة جدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة بالجد والعزم والبرهان حقك طموحك وأماله جبت الشهادة وعمرك زان من الثانوي حقك أمالة خريجنا طيبة جدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة مبروك مبروك ياك حيلة ويوم النجاح اللي همالة يا راعي العز والعرفان تستاهل المدح وجزالة خريجنا طيب الجدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة جدك له بالكرم ديوان خفي نفخر بأفعالة راع المراجل زبون الجان يقدم ويفزع لمن جالة خريجنا طيب الجدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة أمك نورا فخر هذا وفرحها فيك مختالة بنت الفخر ما مثلها كان بالطيب وزنة وخصالة خريجنا طيب الجدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة وخوالك العزوة الشجعان القرني فرسان خيالة يا راعي الجود والعرفان الطيب والعلم من والة خريجنا طيب الجدا حر ينومس بأفعالة حر ينومس بأفعالة راكان يستاهل القيفان والشعر والمدح يزهالة وعساه نفخر بها الأزمان وكل حلم له ناله